بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في مادة نظم التكاليف المتخصصة مستوى رابعة أول. اللي تناولنا في المحاضرات السابقة موضوع تكاليف المراحل وموضوع الأوامر، تكاليف الأوامر، نظام تكاليف الأوامر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في نظام التكاليف المعيارية، وده هيتقسم على 3 محاضرات. في المحاضرة الأولانية هناخد تحليل انحرافات المواد المباشرة، وبعدين تحليل انحرافات الأجور المباشرة، وتحليل انحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة، وإن شاء الله هنبدأ بالمواد المباشرة. تحليل الانحرافات بمنتهى البساطة أننا بنعمل مقارنة بين التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية. يبقى الهدف من تحليل انحرافات المواد المباشرة اللي هو بيفسر الاختلافات ما بين التكلفة الفعلية للمواد المباشرة المستخدمة في الإنتاج وبين التكلفة الفعلية للكمية التي يجب أن يتم استخدامها. وممكن الاختلافات دي ترجع لاختلاف كمية المواد المستخدمة في الإنتاج عن الكمية المعيارية، أو ترجع لاختلاف الأسعار الفعلية لشراء المواد عن أسعارها المعيارية، يعني اختلاف في السعر او اختلاف الكمية، او يحصل انحراف نتيجة نسبة مزج او خلط المواد فعليا عن النسبة المعيارية التي تحددت مقدما كمزيج نمطي من مدخلات المواد. طيب، الانحراف الاجمالي للمواد يعني تكلفة المواد الفعلية ناقص تكلفة المواد المقدرة. يبقى الانحراف الإجمالي هو عبارة عن إيه؟ عن التكلفة فعلية للمواد ناقص تكلفة معيارية للمواد. التكلفة الفعلية اللي هي عبارة عن كمية فعلية في سعر فعلي ناقص التكلفة المعيارية اللي هي كمية معيارية في سعر معياري. يبقى الانحراف الإجمالي تكلفة فعلية في سعر فعلي، التكلفة المعيارية عبارة عن كمية معيارية في سعر معياري. هنستخدم بقى رموز كاف فيه يعني كمية فعلية، سين فيه يعني سعر فعلي، كاف ميم يعني كمية معيارية، وسين ميم يعني سعر معياري. تمام. الانحراف ممكن يكون غير ملائم وممكن يكون ملائم. بيكون غير ملائم امتى؟ لو النتيجة بتاعت المعادلة دي طلعت بالموجب. لو موجب غير ملائم، لو سالب يبقى ملائم. يبقى غير ملائم لو موجب وملائم لو سالب. الكمية الفعلية المستخدمة من المواد لحجم الإنتاج الفعلي، وديت ايه في الغالب بنكون عطاها لك في المسألة. الكمية المعيارية بقى بتتحسب ازاي؟ الكمية المعيارية ديت عبارة عن الكمية المعيارية المسموح بها لحجم الإنتاج الفعلي. انت دلوقتي بيكون عندك حاطط معايير معينة، فالمعايير ديت انت بتحسب على اساسها الكمية المعيارية للوحدة. الكمية المعيارية للوحدة بتاخدها تضربها في حجم الانتاج الفعلي، يعني المفروض حجم الانتاج الفعلي دوت ياخد كمية قد ايه. يبقى الكمية المعيارية، الكمية المعيارية حتى هي اسمها ايه، كمية معيارية للانتاج الفعلي، هتساوي كمية معيارية للوحدة في حجم الانتاج الفعلي. دي مهمة جدا، مهم جدا ان انا نكون عارف ايه هي الكمية المعيارية بتتحسب ازاي. فقلنا الكمية المعيارية للانتاج الفعلي بتساوي الكمية المعيارية للوحدة في حجم الانتاج الفعلي. خلي بالك اللي انت لو عندك او بقى موجود عندك، لخصت مسألتك بقى عندك الكمية الفعلية والسعر الفعلي والكمية المعيارية والسعر المعياري، لو لخصت ال4 حاجات دول كل الانحرافات بكل انواعها هتعرف تحسبها. فلازم تكون عندك رعاية كاملة وانت بتحسب الحاجات ديت او الحاجات اللي جاهزة، تكون عارف الفروق بينهم. طيب، لو جينا دلوقتي، وطبعا الموضوع بسيط ما فيهوش حاجة، فلو جينا دلوقتي للمعادلات اللي عندي، انا عندي 2 نوع من التحليل، التحليل الثنائي والتحليل الثلاثي. يعني انا عندي دلوقتي انحراف اجمالي، عايز بقى نفسره، نقول والله ده ايه بيخص السعر وده ايه قد ايه بيخص الكميه. بالنسبه للتحليل الثنائي بالنسبه للمواد عندي ايه؟
ممكن يكون الانحراف المشترك مع انحراف السعر، يعني انحراف السعر دوت شايل جواه الانحراف المشترك، ساعتها بنروح قايل انحراف السعر. خلاص ده انحراف السعر كده على بعضه، معناها ان ده انحراف السعر، معناها ان الانحراف المشترك جواه. ماشي، انحراف الكمية الصافي معناها ان انحراف الكمية دوت مفهوش الانحراف المشترك، طالما قلت صافي يبقى مفهوش. ماشي، طيب ممكن بقى يكون الانحراف المشترك مع انحراف الكمية. لو لما تلاقي كده انحراف مشترك مع انحراف السعر، يبقى ساعتها هتروح قايل انحراف السعر بس، مش هتحط الصافي. لما تقول الانحراف المشترك مع انحراف الكمية، يبقى هتحط انحراف الكمية بس، مش هتحط الصافي. ماشي، دي حاجة. الحاجة التانية دلوقتي انحراف السعر بيساوي ايه؟ انحراف السعر، الانحراف يعني الاختلاف، فانحراف سعر يعني اختلاف السعر الفعلي عن المعياري، فنروح قايل السعر الفعلي ناقص السعر المعياري. ماشي، ده انحراف السعر. لو انا عايز اجيب الاجمالي مش الصافي، يبقى نضرب في الفعلي، قاعدة كده. لو هناخد صافي نضرب في معياري، لو مش هناخد صافي نضرب في ايه؟ في فعلي. ماشي، في كل الانحرافات الصافي نضرب في معياري، واللي مش والاجمالي نضرب في فعلي. فانحراف السعر هيبقى بيساوي سعر فعلي ناقص سعر معياري في كمية فعلية. وبعدين انحراف الكمية الصافي هيبقى عبارة عن ايه؟ كمية فعلية ناقص كمية معيارية، ماشي، في سعر معياري. سعر معياري يبقى هنا ايه؟ بنجيب انحراف صافي. يبقى طالما انحراف صافي يبقى نستخدم معياري. طب لما نبص بقى، لما نشوف الانحراف المشترك مع انحراف الكمية، يبقى انحراف السعر هنا انحراف السعر هو اللي هيكون صافي. يبقى انحراف السعر الصافي هيساوي سعر فعلي ناقص سعر معياري، سعر فعلي ناقص سعر معياري زي بالظبط عادي. اللي اختلف بس هنا ايه؟ بدل ما كانت كمية فعلية خلاها كمية معيارية. يبقى طالما صافي يبقى هنا ايه؟ في الاخر معياري. يبقى طالما صافي يبقى في الاخر معياري. ماشي، انحراف الكمية بيساوي كمية فعلية ناقص كمية معيارية في سعر ايه؟ فعلي. وقلنا طالما ما فيش صافي او انحراف، ده بيشمل الانحراف المشترك، يبقى نستخدم السعر الايه؟ الفعلي. ده التحليل الثنائي. التحليل الثلاثي هو التحليل الثنائي، بس احنا بنفصل الانحراف المشترك. طب الانحراف المشترك، الانحراف المشترك ده ايه؟ يا اما في الانحراف الثنائي خليته مرة مع السعر، يا اما خليته مرة مع الكمية. يبقى هو لو ما هوش مع السعر ولا مع الكمية، يبقى هيبقى عندي انحراف سعر صافي وانحراف كمية صافي. زي ده بالظبط، انحراف السعر الصافي اللي هو ايه؟ اللي هو س ف ناقص س م في ك ايه؟ م، سعر فعلي ناقص سعر معياري في كمية معيارية. انحراف الكمية الصافي زي ده بالظبط، كمية فعلية ناقص كمية معيارية في سعر ايه؟ معياري. الانحراف المشترك بقى هيبقى ايه؟ هيبقى انا عندي حاجتين، عندي سعر وكمية. يبقى سعر فعلي ناقص سعر معياري، ده انحراف السعر اهوت، في كمية فعلية ناقص كمية معيارية. يبقى الانحراف المشترك بياخدهم كلهم على بعض، س ف سعر فعلي ناقص سعر معياري في كمية فعلية ناقص كمية ايه؟ معيارية. طيب لو جينا خدنا مسألة بسيطة عن الكلام ده، هو بيقول لي تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج منتج وحيد يستلزم إنتاجه نوعين من المواد المباشرة اللي هم أ وب، وبتستخدم الشركة نظام التكاليف المعيارية للرقابة على التكلفة وفيما يلي البيانات المعيارية والفعلية للإنتاج. بالنسبة للبيانات المعيارية، حجم الإنتاج المخطط 1200 وحدة. كانت البيانات التكاليف المعيارية للمواد عند حجم 1200، بالنسبة للمادة ألف 10 كيلو جرام للوحدة بسعر معياري 3 جنيه. يبقى المادة الأولى في 10 كيلو سعرهم المعياري 3، المادة الثانية 15 كيلو للوحدة والسعر المعياري 2 جنيه للكيلو. وبعدين البيانات الفعلية، حجم الإنتاج الفعلي 1000 وحدة، وكانت بيانات التكاليف الفعلية المادة الأولى خدت 14000 كيلو جرام والسعر بتاعها 3 جنيه، المادة الثانية ب 14000 كيلو جرام في سعر كام؟ 2.1 جنيه للكيلو. المطلوب تحديد الانحراف الإجمالي
وتحليل انحرافات المواد المباشرة ثنائيا، اللي هو بافتراض دمج الانحراف المشترك مع انحراف السعر، وافتراض دمجه مع انحراف الكمية، وتحليل انحرافات المواد المباشرة ثلاثية. اول حاجة هنعملها ممكن نجمع البيانات دي كلها في جدول عشان ما نتلخبطش. انا عايز ايه اللي هي الرموز اللي عندي؟ الكاف ف والكاف ميم والسين ف والسين ميم، كمية فعلية وكمية معيارية، وسعر فعلي وسعر معياري. طيب لو جينا للكمية الفعلية، الكمية الفعلية هنلاقيها ايه؟ هنلاقيها 14 و14 زي ما هي، مفيش فرق. يبقى الفعلي اهوت، خدت الكمية بتاعتهم ال 14000 وال 14000، والسعر الفعلي اللي هو للتلاتة بالنسبة للمادة الأولى، واتنين واحد من عشرة للمادة التانية. يبقى خدت الكاف ف اللي هي الكمية الفعلية 14 و14، والسعر الفعلي 3.21، اللي هم الايه الحاجات الفعلية دي، البيانات الفعلية بتاعتي. طب نيجي بقى للبيانات المعيارية. بالنسبة للسعر المعياري، للأولاني 3 وللتاني 2، هناخد برضو السعر المعياري 3 2. الكمية المعيارية بقى، الكمية المعيارية هنعمل ايه؟ خلي بالك هنا هو حاسب على 1200 وحدة، انما احنا عايزين الكمية المعيارية لحجم الانتاج الفعلي. طيب هي الوحدة بكام؟ ب10 كيلو جرام، 10 كيلو جرام للوحدة. يعني المادة دي عشان انتج وحدة واحدة بناخد منها 10، ومن المادة التانية بناخد 15. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لما يبقى انا المفروض لما انتج 1000 وحدة ناخد كام؟ ناخد 10000، وهنا لما ننتج 1000 وحدة ناخد كام؟ 15000. يبقى لما نحسب، بص هي اسمها ايه؟ كمية معيارية لحجم الانتاج الفعلي. ديت الكمية المعيارية، العشرة جنيه دهيت، العشرة كيلو قصدي، العشرة كيلو جرام ديت للوحدة، هي دي الكمية المعيارية، وادي حجم الانتاج الفعلي. يبقى بالنسبة للمادة الاولى هنضرب العشرة في الالف، وبالنسبة للمادة التانية هنضرب الخمستاشر في الايه؟ في الالف. يبقى بالنسبة للمادة الاولى 10 في 1000 ب10000، والمادة التانية 15 في 1000 ب15000. ماشي كده احنا عملنا ايه؟ عملنا جهزنا البيانات بتاعتنا، بقى عندي الكمية الفعلية وعندي السعر الفعلي والكمية المعيارية والسعر المعياري. لو جيت اعمل الانحرافات اللي عندي، اول حاجة الانحراف الاجمالي للمواد المباشرة بالنسبة للمادة الاولى، انا عندي الكمية الفعلية 14000 في السعر الفعلي اللي هو كام؟ 3. يبقى 14000 في 3 ناقص الكمية المعيارية اللي هي 10000 في السعر المعياري اللي هو 3. يبقى 14000 في 3 ناقص 10000 في 3 هتطلع بموجب 12000. موجب يبقى انحراف غير ايه؟ ملائم. طالما موجب يبقى انحراف غير ملائم. المادة ب، المادة ب هيبقى 14000 في 2.1 ناقص 15000 في 2. ماشي، 14000 في 2.1 ناقص 15000 في 2 هتطلع بناقص 600. يبقى ده انحراف ايه؟ ملائم. لو جمعنا دول الاثنين على بعض 12000 بالموجب و600 بالسالب هيطلع 11400 بالموجب. ده انحراف غير ملائم. يبقى الانحراف الاجمالي بتاعي كام؟ 11400 انحراف غير ملائم. نعمل بقى اللي انا نحلل الانحرافات ثنائيه. يا ريت تخلي الجدول ده تنقلوه قدامكم، تخلوه معاكم عشان تبقى ايه الارقام واضحه بدل ما نرجع له كل شويه. بالنسبه لتحليل انحرافات المواد المباشره ثنائيه، اول حاجه لو دمجنا دمج الانحراف المشترك مع انحراف السعر، انحراف السعر هنا هيساوي السعر الفعلي ناقص السعر المعياري في الكمية الفعلية. بالنسبة للمادة الأولانية، السعر الفعلي كام؟ 3. السعر المعياري 3. يبقى 3 ناقص 3 بصفر، يبقى صفر في الكمية الفعلية اللي هي 14 هيطلع بصفر. بالنسبة للمادة ب، السعر الفعلي 2.1 ناقص 2 في 14000 اللي هي الكمية الفعلية، يبقى هيطلع ب 1400 بالموجب. يعني ده انحراف غير ملائم. اهي الارقام دي انا بنجيبها من هنا، ال 14000 خدت الانحراف هنا، سعر فعل 2.1 ناقص 2 ورحت ضرب فيه 14000. ماشي الارقام بنجيبها من هنا. يبقى دلوقتي انحراف السعر هنا ايه؟
1400 بالموجب. وبعدين انحراف الكمية الصافي، انحراف الكمية الصافي ماشي بيساوي كمية فعلية، طالما صافي يبقى نستخدم ايه معياري في الاخر، سعر معياري، كمية فعلية ناقص كمية معيارية في سعر معياري. الكمية الفعلية 14000 ناقص الكمية المعيارية بالنسبة لألف 10000 في 3 هتطلع بموجب 12000. بالنسبة للمادة ب هيبقى 14000 الكمية الفعلية ناقص الكمية المعيارية 15000 في السعر المعياري 2 هيطلع بناقص 2000، يبقى هنجمع دول هيطلعوا 10000 بالموجب، يبقى غير ملائم. هنجمع ال 10000 ديت مع ال 1400 الاثنين بالموجب، يعني هيطلع بكام؟ ب 11400. يبقى ديت 11400 ماشي، ديت 11400 فقط، الرقم ده غلط، 11400 ماشي. وطبعا لازم كله يطلع للانحراف الاجمالي اللي هو ال 11400 باي طريقه، لازم في النهايه نوصل لايه؟ لل 11400. طيب الحاجه الثانيه في التحليل الثنائي ان انا ممكن ادمج الانحراف المشترك مع انحراف الكميه، يبقى انحراف السعر هنا هيكون صافي، انحراف السعر الصافي هيساوي سعر فعلي ناقص سعر معياري في كميه معياريه. سعر فعلي بالنسبه لالف سعر فعلي 3 وسعر معياري 3، يبقى في 10000 يعني هتطلع 3 ناقص 3 بصفر، يبقى صفر. بالنسبة للمادة ب هيبقى 2.1 ناقص 2 في 15000 اللي هي الكمية المعيارية، يبقى هتطلع بواحد من عشرة في 15000 يعني ب 1500 بالموجب، يعني غير ملائم. يبقى الانحراف السعر الصافي 1500 بالموجب غير ملائم. نيجي بعد كده انحراف الكمية، انحراف الكمية هيبقى هنا الانحراف الكمية بيشمل الانحراف المشترك، يبقى هنا دمجنا الانحراف المشترك مع انحراف الكمية، هيبقى كمية فعلية ناقص كمية معيارية في سعر ايه؟ فعلي ماشي. طالما انحراف هنا ماهوش صافي يبقى بنحط سعر فعلي، يبقى كمية فعلية ناقص كمية معيارية في سعر فعلي، الكمية الفعلية 14000 ناقص 10000 والسعر الفعلي 3 بالنسبة للمادة الأولانية، يبقى هيطلع ب 12000 غير ملائم. وبالنسبة للمادة الثانية 14000 ناقص 15000 في 2.1 هيطلع بناقص 2100. لو جمعنا 12000 بالموجب و 2100 بالسالب هتطلع ب 9900. لو جمعنا ال 1500 زائد ال 9900 هيطلع ب 11400. هنجمع ال 1500 ديت هنجمعها على ال 9900 هتطلع ب 11400. 11400 برضو انحراف الاجمالي غير ملائم، 11400. طيب لو جينا بعد كده لتحليل بقى الانحراف ثلاثي، يبقى هناخد ايه؟ هناخد نفس الحكايه، هناخد انحراف السعر الصافي وهناخد انحراف الكميه الايه الصافي. انحراف السعر الصافي خلي بالك انت بقى بتعمل هنا، لما تيجي تاخد هتروح واخد انحراف السعر الصافي هتجيبه من هنا زي ما هو، يعني هتاخد ده زي ما هو كده، هو ده انحراف السعر الصافي ماشي، اللي هو برضو ايه سعر فعلي ناقص سعر معياري في كميه معياريه، يعني هيطلع بالنسبه الاولاني صفر. وبالنسبه للماده الثانيه 2.1 ناقص 2 في 15000 هتطلع ب 1500 غير ملائم ماشي، يبقى كله غير 1500. وانحراف الكميه الصافي برضو تقدر تجيبه في الحاله الاولانيه اللي هي ديت، انحراف الكميه الصافي اهوت هتجيبه نفس الكلام هنا ماشي، اللي هو كميه فعليه ناقص كميه معياريه في السعر المعياري. فنقدر نجيب انحراف الكميه الصافي هيبقى بالنسبه للماده الالف 14000 الكميه الفعليه ناقص 10000 كميه معياريه في السعر المعياري اللي هو 3 هتطلع بموجب 12000 يبقى غير ملائم. وبعدين الماده ب هيبقى 14000 فعلي كميه فعليه ناقص 15000 كميه معياريه في 2 سعر معياري للماده الثانيه، يبقى هيطلع بناقص 2000، يبقى ده انحراف ملائم. هنجمع 12000 بالموجب و2000 بالسالب هيطلع ب 10000 بالايه بالموجب. وبعدين عندي ايه الانحراف المشترك، الانحراف المشترك هناخد الفرق في الاسعار ناقص في الفرق في التكاليف، السعر الفعلي ناقص السعر المعياري بالنسبه للماده الاولانيه 3 ناقص 3 في 14000 ناقص 10 برضه هيطلع بصفر، لان هنا 3 ناقص 3 بصفر، فالصفر هنضرب في اي حاجه هتبقى بصفر.
وبعدين التانية بقى هيبقى 2.1 ناقص 2 في 14,000 ناقص 15,000، هنا هيطلع بواحد من عشرة، هنا هيطلع بناقص 1000 ناقص 1000 في 1/10 يعني ايه؟ بناقص 100. الانحراف هنا بنسميه دائن، بس احنا للتسهيل هنقول عليه غير ملائم، بس هو الموجب مدين والناقص دائن بالنسبة للانحراف المشترك فقط. طيب بقى عندي دلوقتي ايه؟ الانحراف المشترك ناقص 100، بقى عندي 1500 و10,000 وناقص ايه؟ 100. نقدر نجيب الانحراف الإجمالي برضو طلع 11,000 وايه؟ و400. ماشي، ده بالنسبة لتحليل الثنائي والثلاثي. ولا في التحليل الثنائي برضو حطينا الانحراف المشترك مرة مع السعر ومرة مع انحراف الايه؟ الكمية. طيب لو خدنا تمرين كده، بيقول لك استخدم في انتاج المنتج س واحد نوع وحيد الف مادة يعني واحدة، وتم انتاج وحدة واحدة، فاذا علمت ان الكمية المعيارية اللازمة لانتاج الوحدة 15 كيلو جرام، والسعر المعياري 10 جنيه، يبقى السعر المعياري اللي هو س م خلاص 10، والكمية الفعلية المستخدمة فعلا 12، يبقى ك ف 12، والسعر الفعلي 8 جنيه، يبقى س ف ب 8، يبقى فاضل بس كاف ميم اللي هي الكمية المعيارية لحجم الانتاج الفعلي. هو بيقول لك انتجت واحدة واحدة، يبقى انت هتاخد ال15، يبقى كاف ف بكام؟ 12، وسين ف بكام؟ ب8، وكاف ميم ب15 اللي هي 15 في الكمية اللي هي واحد، وسين ميم بكام؟ ب10. ماشي، ممكن تحلوا المسألة ديت بقى مع نفسكم. هو في النهاية الانحراف هيطلع بناقص 54. حلوها، بتحسب الانحراف الإجمالي وتحللوا بقى التحليل الثلاثي وشوفوها هتطلع معاكم كام. في النهاية لازم انحراف السعر الصافي وانحراف الكمية الصافي والانحراف المشترك مجموعهم الثلاثة يطلع بناقص 54. وبكده نكون خلصنا المحاضرة الرابعة، نشوفكم في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.